صباح الخير لكم مشاهدينا، صباح جديد مليء بالدفء والصحة نلقاكم به عبر شاشة تريتي العربية وحلقة جديدة من برنامجكم بيت الدواء أجزخانة. الفيتامينات هي مركبات عضوية مهمة بمثابة مغذيات حيوية يجب أخذها من الغذاء، وهي مهمة للإنسان في جميع مراحل حياته. هذا هو موضوع حلقتنا أيضا في حلقة اليوم، وبعد قليل فقرة رياضية وأيضا فقرة مع أخصائي التغذية رولا علوش. لكن في البداية مشاهدينا سوف نذهب في جولة على الأخبار الطبية من تركيا والعالم لنشاهد معا. أوجد أطباء وباحثون في جامعة كوين ماري في لندن طريقة جديدة لعلاج قصور القلب. تعتمد هذه الطريقة على استخدام الخلايا الجذعية، ويمكن إجراؤها للمريض في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة. وبحسب ما أفادت مصادر من الجامعة عن كيفية تطبيق هذه الطريقة، فإن العلاج يتم عن طريق حقن الخلايا الجذعية المأخوذة من المريض نفسه في المنطقة المتضررة من قلبه، حيث تؤخذ الخلايا الجذعية من النخاع الموجود في عظم الورك للمريض وتعالج في المختبر، ثم توضع على المنطقة التي تحتاج إلى ترميم في القلب، وذلك لأن الخلايا الجذعية تمتلك القدرة على التحول إلى خلايا أخرى. وقد طبقت هذه الطريقة بنجاح على 300 مريض حتى الآن، وينتظر تطبيقها على 2000 مريض حتى نهاية العام الحالي. وأعرب أحد القائمين على البحث عن أمله بأن يشيع استخدام هذه الطريقة لتنقذ حياة آلاف المرضى الذين يعانون من قصور القلب. أعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة الإيدز أن الإصابات بمرض الإيدز قد تراجعت بنسبة 35% منذ عام 2000، كما تراجعت أعداد الوفيات بهذا المرض إلى 41%. وأكد البرنامج أن أبرز نجاحات الحد من الإيدز هي الحد من الإصابات الجديدة بين الأطفال بنسبة 58%. وبيّنت المنظمة أنها نجحت في الحيلولة دون وفاة 8 ملايين شخص من أصل 30 مليون أصيبوا بالإيدز منذ عام 2000 إلى الآن، وأن نحو 15 مليون شخص تلقوا علاجات مضادة لفيروسات الإيدز الارتجاعية في نفس الفترة. كما ذكر التقرير أن قرابة 40 مليون شخص قد أصيبوا بمرض الإيدز، وقرابة 25 مليون توفوا بهذا المرض الذي ينتشر في أفريقيا بالدرجة الأولى. كما جاء في التقرير أن الأعوام الخمسة القادمة هامة للغاية في محاربة مرض الإيدز، لأن المحاربة الفعالة للمرض خلال هذه السنوات قد تقضي تماماً عليه في عام 2030، وقد تجعله في طي النسيان. أفاد الطبيب نجاة يلمز أنه على أصحاب البشرة السمراء البقاء فترة أطول تحت أشعة الشمس من أصحاب البشرة البيضاء، لأن أجسامهم أبطأ في تصنيع فيتامين دال من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة. وأوضح يلمز أنه يكفي الأشخاص البيضاء أن يتعرضوا 20 دقيقة للشمس، في حين ذوي البشرة السمراء قد يحتاجون إلى 30 دقيقة لإنتاج نفس الكمية من فيتامين دال في أجسامهم. كما أوصى الطبيب المختص بالتعرض إلى أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة، خصوصاً بالنسبة للأطفال، لأن امتصاص الجسم لفيتامين دال يحدث عن طريق الجلد، وتأتي أهمية هذا الفيتامين بأنه المسؤول عن إنتاج أكثر من 200 جينة، وأكد الطبيب أن نسبته في الدم يجب أن لا تقل عن 30 نانوغرام في المليمتر المربع الواحد. وأشار يلمز إلى أهمية فيتامين دال قائلاً إن نقصه في الجسم يؤدي إلى ازدياد خطر الإصابات بالأزمة القلبية. خلصت دراسة إنجليزية إلى أن الأمواج فوق الصوتية تفيد في شفاء إصابات العظام المزمنة، وتبين من خلال التجارب أن الأنسجة التي تعرضت إلى الأمواج الصوتية كانت فترة شفاؤها أسرع بمقدار الثلث،
وعلل القائمون على البحث بأن الأمواج الصوتية ذات التوتر العالي تجعل الخلايا تهتز في المنطقة المصابة، مما ينبهها ويجعلها قابلة للشفاء. كما يتم اختبار هذه الطريقة في معالجة الجروح الملتهبة والتي لا تشفى بسهولة. وأكد القائمون على الدراسة أن النتائج التي توصلوا إليها كانت مذهلة للغاية، وينتظر أن يتم تطبيق هذه الطريقة التي أجريت على الفئران المخبرية على الإنسان في العام المقبل. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. إذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الفيتامينات، ما هي الفيتامينات وما هي تركيبتها؟ سنتعرف على هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور علي كمال الدين، طبيب عام. صباح الخير لك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، الفيتامينات، ما هي الفيتامينات ومن أين جاءت كلمة فيتامين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، موضوع اليوم هو الفيتامينات. الفيتامينات هي عبارة عن مواد عضوية، مكونات دقيقة جدا يحتاجها الجسم في مراحل نموه المختلفة منذ الولادة وحتى نهاية حياته، وهي التي تنتهي بالموت. وجاءت كلمة الفيتامين من كلمة لاتينية الفيتا، يعني الحي أو الحياة، والمين جزر الأمين. أغلب الفيتامينات فيها جزر الأمين إن أش 2. هذا من هنا جاء اسم الفيتامين يعني. وبالمعنى المختصر هو الفيتامين يعني انه الجسم بحاجه الى هذه العناصر الموجوده في الطبيعه او في الاغذيه او المواد الغذائيه التي الجسم بحاجه اليها. طب ما هو عدد الفيتامينات المتوفره؟ الفيتامينات المتوفره والمعترف عليها عالميا والجسم بحاجه اليها تقريبا هي 13 فيتامين. فينا نعددهم؟ عندك مجموعة فيتامين بي، هم 8 فيتامينات يبتدوا من 1 بينتهوا ب 12، فيتامين بي 12، زائد الفيتامين سي أو الفيتامين جيم يعني. نعم. والفيتامينات الثانية هذيك إلى تصنيف آخر، لها تصنيف آخر، هي تنحل بالمواد الدسمة أو امتصاصها عن طريق المواد الدسمة، وهي الفيتامين A وD وكاف وE. طب حكينا أنه في فيتامينات، هلأ دكتور قلت أنه تنحل بالمواد الدسمة. نعم. وفي فيتامينات تذوب في الماء، طب ما الفرق بينهما؟ الفيتامينات التي تذوب في الماء هذه لا تخزن في الجسم. وبالتالي عندما يأخذها الإنسان عن طريق الأغذية أو عن طريق الأدوية يستثمر حاجته اليومية، والباقي منها ينطرح عن طريق الكلية. إذن ليس لها مخازن في الجسم. مثل شو؟ مثل أي الفيتامينات اللي بتذوب في الماء؟ فيتامين بي كلياته، كلهم، بي 1، بي 6، بي 12، الفوليك أسيد، الفيتامين سي، هي المجموعة الفيتامينات. المجموعة الثانية اللي الفرق بينها هي التي تذوب في المواد الدسمة، وهذه يتم امتصاصها من الأمعاء ويمكن تخزينها في الجسم في الكبد. طب هل فينا ناخذ يعني جميع الفيتامينات من طعامنا اليومي دكتور؟ في مرحلة عمرية معينة يعني الإنسان يستطيع أخذ كافة الفيتامينات من الغذاء اليومي المتوازن. شرط أن يكون غذاء يومي متوازن، أن يأخذ كربوهيدرات، مواد دسمة، بروتينات، فواكه وخضار. عند ذلك يمكن الشخص أن يحصل على كافة الفيتامينات من الغذاء اليومي. طب هل ممكن يعني البعض يقول بأنه مثلا حبة فيتامينات ممكن أنه تعوض عن الغذاء مثلا، هل هذا صحيح؟ مثلا اللي بياخدوا حبوب فيتامينات يعني بتكون مالتي فيتامين من الصيدليات أو غيرها مثلا؟ هذه مقولة يعني هي شائعة بس خطأ، يعني خطأ طبي. الفيتامينات لا تعوض عن الأغذية ولا تمنح طاقة للجسم. الفيتامينات هي عبارة عن مكملات حتى الجسم يستفيد من الأغذية أو من الطعام. يجب أن يترافق أنه يأخذ هذه الفيتامينات مترافقة معه، أما هي لا تعوض عن الغذاء. الغذاء اللي بيحتاجه الجسم يومي واللي بده ينتج الطاقة هو متوفر في الكربوهيدرات المتمثلة في السكريات والنشويات، هي تسمى الكربوهيدرات،
أما المغذيات الثانية فهي المواد الدسمة والمغذيات الأساسية اللي هي البروتينات. طب بما أنه عم نحكي على الغذاء والفيتامينات، خليني أعرف منك أكثر، مثلاً أي الفيتامينات اللي يعني فعلاً مهمة لازم ناخدها باليوم، ضروري أنه ناخدها، بأي الأغذية مثلاً ممكن تكون موجودة؟ هل فينا مثلاً نسمي أصناف معينة من الغذاء مثلاً؟ طبعاً الخضار مثلاً، الفاكهة، الجزر يتوفر فيه هذا الفيتامين ألف. فيتامين ألف هذا مهم جداً للأغشية المخاطية، مهم جداً لقوة النظر عند الشخص. فعندما ينقص هذا الفيتامين يحدث الضعف الرؤية الليلية أو العشاء الليلي أو العشاء الليلي، يعني بالليل ما بيعود الإنسان يأخذ قوة بصر كافية يعني. في عنا فيتامينات بي بشكل عام موجودة في الكبد، موجودة في الحبوب، القمح اللي بيكون فيه القشور فيه خالي، أغلب الفيتامينات موجودة، الفيتامينات بي موجودة بهذه المواد الغذائية يعني. وكافة الخضار والفواكه هي عبارة مع الأغذية اللي بنتناولها يوميا، هي عبارة عن مكملات لحتى تمنح الجسم هذه الفيتامينات يعني. طب دكتور حكينا من شوي إنه في فيتامينات بتدوب بالماء فبيخسرها الجسم، ما بيتم حفظها، وفيتامينات يتم حفظها يعني بالمواد الدسمة. فهل اللي بتروح مثلا بتطلع من الجسم كيف فينا نعوضها يعني؟ بنرجع بدنا ناكل نفس الشيء كل يوم يعني؟ لازم تكون لازم في نظام، لازم ضروري جدا التوازن الغذائي يعني، نظام غذائي معين يعني، ضروري يوميا الواحد ياخذ سكريات، ياخذ مواد دسمه، ياخذ بروتينات، ياخذ خضار وفواكه يوميا لازم حتى تعوض هذه المواد يعني. في مقولة كمان دكتور بتقول إنه تناول الفيتامينات يزيد من الشهية وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة الوزن، هل هذا يعني صحيح؟ والله هذا ليس علميا ليس دقيق يعني، قد بعض الأشخاص إنه يحسوا إنه زاد وزنهم من تناول معادن أو فيتامينات أو يصير احتباس سوائل أو شيء. أما اللي بيفتح الشهية هي مواد تانية أخرى، هو مادة سيبروهيبتادين، هذا أنتي هستامين يعني، بينصحوا فيه احيانا اللي عنده نقص في الشهيه بياخذوا هذا المركب، هو دراجز يعني، وبالتالي ربما انه تاثيره هذا انه بنعس، كل انتي هيستامين بتعمل نعاس، فبالتالي الشخص بصير حركته قليله فبيشعر انه وزنه زاد يعني. اما الوزن والتوازن لازم من الاغذيه، من المواد الدسمه، من الكربوهيدرات، السكريات، النشويات، بالاضافه للمواد البروتينيه المتوفره في اللحوم والبقوليات يعني البروتينات النباتية. مثل ما حكينا دكتور إنه الفيتامينات هي مهمة في جميع مراحل العمر، الحياة، لكن هل هناك عادات أو مراحل معينة فعلًا مهم تناول فيها الفيتامينات يعني ضروري جدًا؟ ضروري جدًا إنه الإنسان من عند الولادة لما بيولد بيعطوه جرعة داعمة من الفيتامين كاف. ليش؟ حتى انه تحفز الكبد على انتاج العناصر او العوامل الضروريه للتخثر ومنع النزوف، حتى نقي الطفل هذا حديث الولاده من النزف نزوده بجرعه فورا بالمستشفى او بالمركز المتخصص اللي بيولد فيه، عاده طبيب الاطفال يوصي بفيتامين كاف. بعدين بمرحله ثانيه الطفل هذا الرضيع يعني بيبقى بيعتمد بشكل اساسي على حليب الام او حليب الصناعي، لما بياخذ حليب صناعي بيكون مدعوم بفيتامين د هذا الحليب يعني. إذا عم ياخد معتمد على حليب أمه لازم نضيف له الفيتامين د دروبس يعني نقاط يعني. خلينا نحكي أيضا عن المراحل المتقدمة لما طفل يعني بكبر، بعدين مراحل الشيخوخة مثلا، ما هي أهم الفيتامينات مثلا الضرورية في هذه المراحل؟ المراحل بعد 50 سنة يعني هو الإنسان بيصير عنده ضرورة أو حاجة أنه يأخذ دعم خارجي من الفيتامينات. ليش؟ ربما يحصل سوء امتصاص لهذه الفيتامينات فبالتالي ما بيعود يحسن يتمثلها عن طريق الأغذية، فعند هذه المرحلة ممكن ندعم الشخص بفيتامينات عن طريق الأدوية يعني. في المراحل المتقدمة من العمر. نعم، أو بمراحل مثلا تتلو عمل جراحي، تتلو مرض شديد، أفقد الشخص شهيته، أفقده أنه يتناول أغذيته بشكل كامل عن طريق الأغذية،
ممكن ندعمه بهذه الفيتامينات. تمام دكتور. نعم. دكتور دعنا ننتقل الآن إلى استطلاع للرأي قامت به مراسلتنا واستطلعنا آراء الناس عن الفيتامينات لنشاهد معا. صباح الخير. صباح النور. حضرتك بتستهلك الفواكه والخضروات بكثرة لسد حاجة جسمك من الفيتامينات؟ اي نعم استهلكهم بس على قد الحاجة، يعني انه لازم تنوع بالطعام يكون موجود على حد سواء حتى يستفاد الجسم من كل الأطعمة اللي يعني اللي يقدر يستفاد منها حتى يكون صحي اكثر الجسم. دائما احاول اكل الفواكه ومو نوع معين، احاول انوع دائما بالانواع الفواكه. الفيتامينات احنا دائما ناخذها من الأطعمة تكون طازجة وتكون ذات فائدة كثير أكثر من المواد اللي تأخذ على شكل حبوب، والسبب لأن الحبوب تحوي على مواد حافظة وتحوي مواد أخرى لبقاء هذه الفيتامينات فعالة لفترة طويلة. طبعا أكيد بستهلك إلي وللأولاد كثير بفضل أنه ناكل خضار فواكه. يعني بحاول أنه يكون هذا السبب أنه يسد حاجة الفيتامينات، بس الفواكه والخضر إلها هواية فوائد أخرى، يعني تنظيم عملية الهضم، قلل من امتصاص الكوليسترول، إعطاء الجسم كمية كافية من السوائل. هي مو بس الفيتامينات، هو أشياء ممكن نضيف للجسم ضرورية بس ما إحنا يعني حاطين بالنا عليها. هل تأخذ حضرتك أي نوع من أنواع الفيتامينات؟ الفيتامين دي عندنا يعني كثير من الناس يصير عندهم نقص به، وخصوصا بالناس اللي يعني الأشخاص اللي هم أكبر من 45 سنة، ولهذا كشيء يعني متوقع أن نمطي الكالسيوم ونمطي ويا فيتامين دي، وهذا فشيء مهم جدا. أنا أقول عن طريق يعني إنه عن طريق الحبوب ما تفيد، لأنه بها أكثرية مواد مصنعة، يعني مو ممكن إنه يستفاد منها الجسم. إذا كانت طبيعية أكثر ممكن إنه يستفاد منها الجسم أكثر ويكون مستهلك أكثر للجسم يستفاد حتى يكون صحي أكثر، وحتى بالمثل يقول إنه العقل السليم بالجسم السليم. يعني بحكم السن ممكن أنا أحتاج كالسيوم أكثر، يعني النساء بعد سن 50 ولو أنا راح أفضح عمري، بس هو بعد 45 يشجعوا أن يأخذون إضافة كالسيوم، إضافة فيتامين دي 3، إضافة فيتامينات الحبوب الحديد، لأنه ممكن أنه المواد الغذائية اللي تأخذيها ما بيها هذا الإكسترا أماونت اللي أنت جسمك محتاجها. أكيد بشكل طبيعي يكون أحسن، تكون مفيدة أكثر، كل شيء فرش أحسن. في نظرية حديثة عم بتقول إنه الفيتامينات المصنعة الغير طبيعية غير مفيدة، أنت شو رأيك؟ إحنا عندنا بحالات التغذية كثير من الناس ما يتناولوا الأغذية بالشكل اللازم، وبالتالي يصير عندهم نقص في كثير من المواد الغذائية. هذولا إذا إحنا ظلينا نكرر عليهم أنه لازم يتناولوها عن طريق الأطعمة احتمال ما يتناولوها وما يستطيعون هذا الشيء، ولهذا إحنا نساعدهم بشكل أكيد إذا انطيناهم إياه على شكل حبوب. والله الموضة هسه وكثرة الفيتامينات الموجودة والمعروض بالسوق وهي أشياء يعني تشجع أنه تأخذ الحبوب، ويقول لك هذا متكامل وهذا بي ملتي فيتامينز وهذه، بس ما مو مثل الفريش أبدا. لا أنا برأيي هلأ هي مكملات كحبوب، بس لا لما بتاخذ فريش بيكون أفضل، يعني لما بتتاكل فواكه وحتى بموسمة تحديدا يعني بيكون أفضل. في نظريات حديثة بتقول إنه الفيتامينات الغير طبيعية المصنعة غير مفيدة، أنت شو رأيك؟ لا يعني ما أكون تعتمدين عليه، أنا قلت لك ممكن أن تأخذي كسبلمنت، بس هذا ما يغنيك عن استعمال الفرش. الفرش هو فشي أولا لذيذ والإنسان يستمتع من يأخذه، بالإضافة إلى فائدته كمادة غذائية وكمادة فيتامينات، بس سبلمنت مرات تحتاجين، يعني أكو أمراض تغذية خاصة يعني سوء التغذية تحتاجين هذه الأدوية، ما تقدرين تستغنين عليها، بس أنا أفضل الفرش بالإضافة للحاجة الزايدة، يعني لأن ما أقدر أعوضه بالفرش ممكن أخذه كسبلمنت أكيد يعني.
لا ما أتصور، لأنه بسبب تطور الأطعمة وبسبب تطور المجتمع يوم عن يوم، فهذا رح يؤدينا أنه الناس بدأت تقل من تناول الأطعمة الصحية وتناول الفيجيتيريان فود، فهذا الشيء بسبب كثرة المواد الدهنية مثل الفاست فود همينا كثر، فهذا الشيء أدى إلى زيادة السمنة والبدانة كلش فوق المستوى، صارت يعني بالعالم على العالم، هاي أصبحت مرض متداول بين العالم كله يعني. فالمفروض أنه واحد لازم ينصح الآخرين أنه بتناول الأطعمة الصحية أكثر، وأن يميل إلى الفواكه وينوع من أطعمته، مو بس يعني يتناول طعام واحد من الأطعمة، لأن الجسم يحتاج إلى العديد من الفيتامينات والعديد من الأشياء الأكثر تكون ممكن مميلة أنه جسمه يكون صحي أكثر ونشيط. ما بظن أنه هي معنى مفيدة، هي مكمل حسب الوضع الصحي للشخص اللي مضطر ياخدها، طبعا بده ياخدها، هلا ما بتكون بفائده الشيء الطبيعي، بس اكيد لا معنا مضره، تخيل معنا مضره. بالتغذيه انا كلش دقيق بهاي الشغله، ودائما اتابعهم واشوف الاشياء اللي تحتاجها اجسامهم، ودائما اعوضهم كل المواد الغذائيه من البروتينات والكربوهيدرات الدهون وكذلك المعادن والفيتامينز. مشاهدينا مكملين معكم بموضوع الفيتامينات. دكتور، حضرتك ذكرت من شوي أنه نقص فيتامين A قد يسبب العشاء الليلي، هل هناك أمراض أخرى قد يعني تنشأ من نقص الفيتامينات؟ حدثنا عنها. نعم، أيضا الفيتامين A كمان يعني يحدث جفاف في الجلد يعني، ومهم جدا للبناء الخلايا بشكل عام يعني. أيضا عندنا الفيتامين C أو الجيم، نقصه يحدث نزوف من اللثة أو من الأغشية المخاطية في الأنف، وهذا كان يحصل سابقا عند البحارة اللي يطلعوا في البحر مسافات طويلة ويأخذوا معهم أغذية جافة وحبوب وحاجات تانية، كان ينقصهم الخضار والفاكهة، ما يتوفر معهم خضار وفاكهة، فكانت تحصل أمراض هي نزوف من اللثة أو من الأغشية المخاطية، وبعدين اكتشفوا انه هذا بسبب نقص الفيتامين سي، بسبب نقص عدم تناول الخضار والفواكه اثناء رحلتهم الطويله في البحر. ايضا نقص فيتامين بي 1 يسبب مرض البيريبيري، اللي هو جفاف في الاغشيه المخاطيه واعتلال في الاعصاب يعني. ايضا عندنا نقص الفيتامين بي 12 يسبب فقر دم بكبير الخلايا يعني، خلايا عرطلة بس بتكون عبارة عن نقص دم، فقر دم، يفقد الخلية الحمراء تفقد وظيفتها في ممارسة عملها اللي هي مبادلة الأكسجين في الرئتين CO2. أيضا عندنا نقص الفيتامين B6 البيرودوكسين، يسبب اعتلال أعصاب جذرية ومحيطية، ويوصى بمجموعة فيتامين بشكل عام لمرضى السكري، لأنه بيحصل عندهم نقص أو اعتلال أعصاب، فيوصى لهم بأنهم يتناولوا مجموعة فيتامين بي مركب أو بي كومبليكس، اللي هي بي 1 بي 6 بي 12 يعني. هذول بأي الأغذية ممكن يكونوا موجودين؟ البي 1 البي 6 موجودين في الكبد، بالحبوب، بالخضار، بالفاكهة يعني، موجودين. كانوا مرضى السكري يعني دقيقين جدا بيكونوا بالأغذية، فلهيك سألتك على نعم يعني الأغذية. ممكن يصير هو يعمل حميات معينة عن أغذية فبتنقص هذه الفيتامينات، يجب أن نعوضها عن طريق الأدوية يعني. طب دكتور، يعني غالبا الصبايا بيصير عندهم يعني سقوط للشعر أو حتى الأظافر بيتكسروا ما بيطولوا، فهي نتيجة نقص أي فيتامين؟ ويعني كيف يمكن تعويضه؟ هذه موضوع الشعر أو الأظافر ممكن تنتج عن نقص الحديد أو نقص الكالسيوم، وبالتالي مرتبطة بالفيتامين دال، نقص الفيتامين دال يعني، واللي هو ممكن مثلا ناخده من أي الأغذية. الفيتامين دال ممكن تعرض للشمس يعني، تعرض للشمس يوميا لعشر دقائق 15 دقيقة، هو يخلي الجسم أنه يصنع هذا الفيتامين يعني، يصنع داخليا يعني. نعم. طب هل يعني هناك أمراض أخرى أيضا يسببها نقص الفيتامينات؟ هل هناك أيضا أمراض ممكن أن نذكرها؟ يعني عنا الفوليك أسيد، هذا فيتامين مهم جدا اللي هو البي 9 تقريبا،
هذا مهم في مرحلة التطور وانقسام الخلايا والنمو، ومهم جدا في فترة الحمل انه المرأة الحامل تأخذ هذا الفيتامين. دكتور، ماذا عن الطاقة؟ هل صحيح انه الفيتامينات بتعطينا طاقة؟ الفيتامينات لا تعطي طاقة، الطاقة نستفيد من الأغذية التي نتناولها اللي هي متمثلة بالكربوهيدرات، اللي متمثلة بالسكريات والنشويات والمواد الدسمة والبروتينات. هذه الحلقة هي التي تعطي الطاقة. الفيتامينات عبارة عن مواد مكملة تساعد الإنسان حتى تتم عمليات الاستقلاب في الجسم وإعادة ونمو الأنسجة باستمرار وبشكل روتيني يعني. طب دكتور، هل يعني لازم أنه نزيد جرعة الفيتامينات لنأخذ يعني نحصل على فائدة أكبر مثلا؟ الجسم يأخذ حاجته، لا يأخذ أكثر من حاجته. بالنسبة للفيتامينات التي تنحل بالماء اللي هي مجموعة الفيتامين بي 8 فيتامينات زائد الفيتامين سي، هذه تنحل في الماء ولا تخزن في الجسم، والباقي منها يعني يأخذ الجسم حاجته اليومية والباقي ينطرح عن طريق الكلية. فلما نأخذ كمية زيادة منها نحن عملنا عبء على الكلية في الإطراح والإدرار يعني بتخلص الجسم منها. أما الفيتامينات المنحلة بالمواد الدسمة اللي متمثلة بالفيتامين ألف والفيتامين دال والفيتامين كاف والفيتامين إي، فهذه الفيتامينات كونها تنحل بالمواد الدسمة وتمتص عن طريق الأمعاء في إمكانية لتخزينها في الكبد. هذه الفيتامينات قد تكفي الجسم فترة يعني معينة، جسم لما يحتاج هذه الفيتامينات يطرحها عن طريق الكبد ويستفيد منها في التمثيل الغذائي اليومي. إذن الكمية الزائدة ليس لها مبرر، وإذا أخذنا كمية زائدة من هذه الفيتامينات قد يتعب الكبد وتخزنت في الجسم، ممكن تعمل أذية أو عبء على الكبد، على الكبد أو تعمل سمية كبدية. تمام. نعم. طب دكتور، مرحلة الحمل هي أهم مرحلة، خلينا نقول يمكن المرأة تحتاج فيها إلى كميات كبيرة من الغذاء والفيتامينات وغيرها، فيعني هل المرأة لما بتعرف أنه هي حامل ممكن فورا تباشر لحالها أنه هي تأخذ فيتامينات مثلا بدون استشارة الطبيب؟ هلأ بكل الأحوال يجب أن نستشير الطبيب يعني، ولكن عند التخطيط للحمل ربما نبدأ بتناول فيتامين وهو نوع واحد يعني هو الفيتامين الفوليك أسيد المهم جدا لنمو الانقسام الخلايا الجنينية، والتي مهم جدا لتشكل القناة العصبية عند الجنين. فممكن نبدأ نأخذ هذا الفيتامين الفوليك أسيد قبل البداية الحمل حصرا هذا الفيتامين يعني. هل هناك فيتامينات أخرى أيضا تحتاجها الحامل؟ ما هي أهم الفيتامينات التي تحتاجها؟ ممكن بعد 3 أو 4 أشهر يعني يصير تحاليل مخبرية، فحص سريري، ممكن يعني بالفترة الأولى ما نضيف شيء إلا الفوليك أسيد. بعد 3 أشهر 4 أشهر ينضاف الحديد طبعا، سلفات الحديد. ممكن تنضاف إذا عندها نقص أو عندها ضعف نضاف مجموعة فيتامين بي مركب يعني. نعم. الدكتور علي كمال الدين طبيب عام، شكرا على حضورك وعلى المعلومات اللي قدمت لناها، شكرا لك. شكرا كثير. شكرا. مشاهدينا ننتقل الآن إلى الفقرة الرياضية. اليوم الكابتن سيعرفنا على التمارين التي تساعدنا على التخلص من آلام الظهر، لنشاهد معا. مرحبا، أنا أيكوسي شيل أوز مدرب رياضي، سأريكم اليوم بعض التمارين التي تفيد الأشخاص الذين يعانون من ألام في العمود الفقري أو بداية ديسك في ظهرهم في مساعدتهم على تقوية عضلات ظهرهم وتخفيف آلامهم. الحركة الأولى يمكن عملها 10 مرات على 4 دفعات في النادي الرياضي. العمود الفقري ثابت، الصدر في الأمام، يمكن وضع اليدين خلف الرأس أو على الصدر، ويمكنكم أن تقوموا بهذه الحركة على هذا النحو. عند الصعود إلى الأعلى نقوم بالشهيق، وعندما ننزل نقوم بالزفير.
إذ لم تستطيعوا أن تذهبوا إلى النادي الرياضي فسأريكم كيف عليكم أن تقوم بهذا التمرين. يمكنكم على نفس النحو القيام بها 10 مرات على 4 دفعات. سأريكم. نضع صدرنا على الأرض حيث يكون رأسنا ينظر نحو الأمام بشكل عمودي. نضع اليدين خلف الظهر، الأقدام ثابتة. نحرك ابتداء من الجذع فقط. والآن سأريكم تمرين آخر يقوي العمود الفقري وعضلات الظهر. والآن سأريكم تمرين آخر يقوي العمود الفقري وعضلات الظهر. عندما نقوم بهذا التمرين علينا تثبيت جذعنا قدر المستطاع. يجب أن لا ننحني نحو الأمام أو نثني عمودنا الفقري. عندما نشد نقوم بالزفير، وعندما نترك نقوم بالشهيق. سننتقل الآن إلى حركة جديدة للظهر تقوي نظام العمود الفقري. الظهر ثابت، الصدر نحو الأمام. نثبت رأسنا جيدا بشكل عمودي، نترك ثم نشد. يجب الانتباه هنا إلى تثبيت الظهر بشكل جيد. هذه هي تمرين الظهر. سأريكم الآن التمرين التي يجب ألا يقوم بها الأشخاص الذين يعانون من آلام في الظهر في النادي الرياضي. هذه التمارين يعتمد على الشد من الأعلى على الذين يعانون من الآلام في العمود الفقري. تجنب هذه التمارين، وإن قاموا بها فيجب أن يقوموا بها بإشراف اختصاصي. التمرين التالي يعتمد على الأثقال. هذا التمرين يفضل تجنبه من قبل الذين يعانون أوجاع في الظهر. وسأريكم تمرينا آخر. من الممكن له أن يؤذي فقرات الظهر لمن يعانون من مشاكل فيه. هذا التمرين أيضا لا يمكن عمله لمن يشتكون من آلام الظهر. وإن أراد الذين لديهم مشكلة في الظهر ممارسته فعليهم الانتباه جيدا. انتهى التمرين لهذا اليوم. كم على أمل اللقاء في الحلقة القادمة. أتمنى لكم أياما مليئة بالرياضة والصحة.
مشاهدينا وصلنا معكم لفقرتنا التغذوية. اليوم رح نحكي عن المحليات الصناعية كالسكرين وغيرها التي قد نستخدمها كبدائل عن السكر في طعامنا. هل المحليات الصناعية لها تأثير على أجسامنا أو لها أضرار؟ هذا ما سنعرفه مع أخصائي التغذية رولا علوش، لكن بعد هالتقرير. انتشرت في السنوات الأخيرة وبشكل ملفت للنظر المحليات الصناعية، والتي هي بديلة للسكر في المشروبات والمأكولات لمرضى السكر أو طالبي الحمية. ولأن هذه الأغذية الصناعية قد تكون خطراً علينا حين نتناولها بدون وصفة طبية أو بجرعات مدروسة، فإن الكثير من المتخصصين يحذرون من الإسراف في تناولها. وكشفت دراسة علمية أن المحليات التي يستخدمها مرضى السكر كبديل للسكر أو الأشخاص الراغبين بإنقاص وزنهم تسبب اضطرابات في عمليات التمثيل الغذائي ومقدمات مرض السكر. وتنقسم المحليات إلى أنواع عديدة، أهمها المحليات التي تعطي طاقة، وهي المحليات الطبيعية مثل السكروز وعسل النحل والفركتوز واللاكتوز، ومحليات صناعية لا تعطي طاقة وتمنح الطعم الحلو فقط، وأهم أنواعها السكرين والإسبرتام والماتينول وغيرها. ويمكن القول بأن القيمة السعرية لهذه المادة تساوي 5 بالألف من القيمة السعرية للسكروز، وعلى هذه القاعدة تم تصنيف بقية مواد التحلية، كما أنه يخفض كميات السعرات الحرارية المستهلكة، وبالتالي يستخدم في تقليل الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم بفقرتنا التغذوية. اليوم رح نحكي عن المحليات الصناعية بدل السكر مع أخصائي التغذية رولا علوش. صباح الخير إليك رولا. صباح النور، أهلا كيف صباحك سكر. صباحك سكر على قولة كاظم الساهر، ما هيك صباحك سكر. اليوم رولا رح نحكي عن المحليات الصناعية لنوجدت لتكون محل السكر. صحيح. خلينا نعرف منك بداية رولا، لماذا يعني تم إنتاج هذا النوع من السكريات المصنعة؟ تمام. هلأ في تقريباً خمسينيات القرن الماضي بدأت صار في ثورة بعالم الصناعة، وخاصة الصناعات الغذائية، وطبعا بلد الصناعة الأول كان أمريكا، وبالتالي بهذيك البلاد كان في أسباب لتصنيع المحليات الصناعية، وكان أول سبب وأهم سبب هو وجود مرض السكري، حتى يعني خلوا الناس اللي الأشخاص المريضين بالسكر لحتى ما ينحرموا من الطعم الحلو في الأطعمة وفي السكر وعفوا في الشاي والقهوة. فنوجدت هي المواد، هي مواد مختلفة طبعا بتعطي الطعم الحلو، لكن هي بعضها بيكون خالي من السعرات الحرارية، والبعض الآخر بيكون فيه يعني نسب قليلة جدا من السعرات الحرارية، وبالتالي لا تذكر يعني، فما بتأثر على يعني السكر أو السعرات الحرارية الموجودة في جسم الإنسان، ما بتعطي سعرات حرارية عالية، يعني بتعطي بس طعم حلو، بس هي ما نسكر. تمام. يعني تمام. هي ما نسكر أو يعني مثل ما قلنا بعضها مو حاوية على السعرات الحرارية. صحيح، هي ما نسكريات لا، لكن هي مواد منتجات كيميائية موجودة في الطبيعة وبيتم تصنيعها، بيتم استخلاصها أحياناً وتصنيعها. هلأ بعدين صار يعني يتم استخدامها غير السكري، صار يتم استخدامها لأمراض السمنة، حتى لأنه هي ما بتعطي سعرات حرارية، وبالتالي كتير الحميات صارت مليئة بالمحليات الصناعية. تماماً، دائماً بيقولوا لنا استبدلوا مثلاً سكرين أو شيء بدل السكر. صحيح. بالريجيمات. صحيح. وهيك. وحتى بأطعمة الحميات يعني كتير يعني بتحوي على مواد من المحليات الصناعية. وآخر فكرة كانت أيضاً تم إنتاج المحليات الصناعية من أجلها كان بسبب تسوس الأسنان، إنه مثل ما بنعرف إنه السكر المتواجد في الفم بسبب البكتيريا الموجودة بيعمل تخمر لهذه البكتيريا وبيحولها لحمض بتؤدي إلى تسوس الأسنان، وبالتالي عدم وجود السكر واستبداله بمحلل صناعي ممكن يعني يقلل من حدوث مشاكل لتسوس الأسنان. فهي كانت أهم أسباب يعني انتشارها، لكن بدي أذكر أنه بالبداية كان انتشرت مشان مرضى السكري، وبعد ذلك صار في استخدامات يعني لكل الناس، صاروا الناس يستخدموه بشكل كتير كبير. طب رولا، بتعرفي أي شيء الناس بتتخوف منه؟ يعني مثلا محليات صناعية وهيك
كثير الناس بتقول انه بلكي هي مثلا المحليات الصناعيه كون هي مواد كيميائيه صحيح. يعني مانها سكر طبيعي فبلكي عملت سرطانات او صحيح. بتخوف منها حتى على موضوع السمنه هلا ذكرنا تمام. فشو صحه هالمعلومات او دقتها تمام. هلا نحن حنحكي عن ثلاث امور او اربع امور ممكن نحكي عنها. اولا في تخوف من موضوع السمنه وانا بقول نعم هي ممكن تسبب دراسات بتقول انه ممكن تسبب السمنه وليش السبب انه الانسان بيتعود على طعم السكاكر او الطعم الحلو في الفم بقولك انه حتى بالمعده وبالامعاء لما بيتم امتصاص هذه المواد بترسل اشارات الى الدماغ فانه هذا في طعم حلو في طعم حلو عم يوصل فبيصير الانسان يعني مبسوط بهذا الطعم لكن الدماغ بيفرق بيعرف انه هذا الطعم الحلو جاي من ماده غير سكريه من جاي من مادة كيميائية وبالتالي بصير بيطلب سكر للجسم لأنه هو محتاج أصلاً السكر للجسم لكن بكميات معقولة فبصير بيطلب أكثر وبالتالي هيك ما بي يعني مثل العقل كأنه بتبرمج إنه يطلب سكر أكثر وأكثر وأكثر بصير الإنسان يتناول كميات من السكريات أو حتى من المواد الأخرى بكميات كبيرة وبالتالي بتؤدي لزيادة الوزن هلا كيف ربطوها بالسرطان هي ما له مسبب أساسي للسرطان يعني منظمة الغذاء والدواء العالمية اللي هي FDA أقرت إنه أغلب المحليات الصناعية وخاصة اللي نحن عنا معانا اليوم حنحكي عنها آمنة لكن هي مو لأنها بتسبب السمنة فالسمنة عادة تركز الدهون بتكون حول منطقة المعدة والبطن وبالتالي هي على المدى البعيد ممكن تسبب سرطانات مثل سرطان المعدة والأمعاء ويعني الرئة حتى كل أنواع سرطانات الكبد الكلاوي اللي داخل الجسم وبالتالي هن بتخوفوا منها على المدى البعيد أنه تسبب سمنة وبالتالي سرطانات هي بالنسبة للسمنة والسرطانات هلأ نحكي كمان عن متلازمة الأيض شغلة اسمها متلازمة الأيض أيضا هي بسببها وجود المحليات الصناعية بالغذاء شو متلازمة الأيض هي فيه بيصير ارتفاع للكوليسترول ارتفاع للدهون ارتفاع حتى لسكر الدم بالجسم درسوا العلماء هذا التأثير المحليات الصناعية على الأشخاص وجدوا أنه في هذه المتلازمة أيضا بتسبب مع الارتفاع السكر والكوليسترول بتسبب أيضا ارتفاع بضغط الدم وبالتالي من يعني من هل لانه طعمتها يعني بتحسي انه هي حتى يعني طعمتها حلوه اكثر من السكر العادي هل صحيح. هذا السبب مثلا صحيح احيانا هي يعني بتزيد احيانا معدل الحلاوه احيانا 200 مره ضعف السكر العادي او احيانا 600 مره ارقام تمام. يعني فلكيه بالنسبه للطعم الحلو ايضا بسبب ادمان لانه مثل ما حكينا قبل شوي انه مو هو بتتعودي على الطعم الحلو في الفم فكل ما كان المحلي الصناعي يعني حلو اكثر بصير الانسان بعد فتره بيزيد كميته وبصير كانه بعد فتره عنده ادمان شفت انا مثل بعض الاشخاص اللي صار عملوا معهم مقابلات يعني على التلفزيون كان عم يحكوا عن ادمانهم تجاه موضوع المحليات الصناعيه بسبب استخدامهم لفتره كثير طويله تعودوا على الطعم الحلو دائما بالقهوه وبالشاي وحتى انواع من الاغذيه معنا اليوم رولا يعني أهم أنواع المحليات الإسبرتام السكرين سكرلوز وأسيسلفام وسوربيتول رح نحكي عنهم خلينا نحكي عن الفروقات بيناتهم والكميات المسموح منها خلينا نبلش سوا بالإسبرتام تمام هلأ الإسبرتام الواحد جرام منه فيه أربع سعرات حرارية فقط وبالتالي يعتبر سعراته الحرارية قليلة جدا هي أول فكرة فيه هو بيتكون من حمض الفينيل ألانين وبيتكون من حمض السبارتك أسيد من الفينيل ألانين والسبارتك أسيد هلأ الفكرة المهمة في أنه الأسبرتام إذا وجد بالمواد الغذائية أو ببعض المنتجات هو أنا بدي نبه لشغلة أنه نحن وقت نحكي مثلا عن المحليات الصناعية مثلا عندنا اليوم محلي صناعي ما عم نحكي طبعا عن الاسم التجاري عم نحكي عن المكونات اللي موجودة بقلب يعني العلبة تمام. يعني فممكن يكون متواجد أسبرتام مثلا مع السوربيتول ممكن يتواجد أكثر من محلي صناعي من الأنواع وهذا المحلي اللي نحن بنسميه سكرين يعني نعم كل الناس تطلق هلا في سكرين في سكرين الثاني اللي رح نحكي عنه هو السكرين تمام فهلا الاسبرتام بيتكون من الاسبرتيك اسيد والفينيل الانين هدول الاثنين الفكره اللي فيها المهمه انه لازم يوضع على العلبه انه الاشخاص اللي عندهم مرض البي كي يو اللي هو مرض فينيل كيتون يوريا هذا المرض الاشخاص بيمنعوا عن وجود او عن تناول الماده الفينيل الانين او هذا يكون عندهم حساسيه نعم. لهال تماما نعم. بيكون عندهم مشكله بي يعني شلون بدي لك علاج او يعني معالجه الماده هي في جسمهم وبالتالي حتى بنمنعوا عن الحليب والبيض يعني موجوده هذه الماده بالاطعمه مو بس بالاسبرتام فبصير في تحذير لهدول الاشخاص كمان بدي اقول انه يعني نقدر نتناول منه كميته اللي المسموح فيها من 40 ل 50 ملغ لكل كيلو من كيلوات الجسم الانسان
فيعني كميته معقوله جدا 40 ل 50 ملي جرام ممكن يستخدم بشكل طبيعي. خلينا رولا ننتقل هلا للسكرين بما انه اكثر شيء شائع بين الناس. صحيح السكرين كثير موجود بالبدايه بالخمسينات لما قلت لك لما طلع موضوع المحليات الصناعيه كثير الناس صاروا يعني ياخذوه بكثافه، لكن الدراسات قالت بالبدايه لما اجروا على فئران التجارب وجدوا انه عم تسبب لها سرطانات بالمعده والامعاء. السبب كان ده انه بيعطوا لفئران التجارب يعني ارقام مخيفه، بيعطوها 4000 مثلا ملي جرام من السكرين، يعني بيغذوها غذاء كامل بس فقط سكرين، وبالتالي بتعمل لها طبعا مضاعفات وسرطانات. لكن على الواقع بالحياه نحن ما بنستخدم هذا الرقم ابدا، بالاضافه لانه نحن احجامنا مختلفه عن احجام الفئران، وبالتالي يعني الدراسات هي بعد فتره تم طلع دراسات ثانيه والغت تماما المعلومات الخاصه بدراسه الفئران وقالت انه هي خطا، وطبعا ايضا مصرح فيه من منظمه الغذاء والدواء العالميه انه شائع بين الناس اكثر شيء ما هي نعم. طبعا 5 ملي جرام يعني هو هون الاسبرتام استخدامه اكثر او امن اكثر، السكرين شوي يعني استخدامه اقل 5 ملي جرام لكل كيلوغرام من الجسم، لكن بشكل عام اذا بكميات محدوده وقليله لا باس. دائما بذكر انه المحليات الصناعيه بالاخير هي مواد كيميائيه، فحتى ما يصير معنا ادمان، حتى ما يصير عندنا زياده وزن، حتى ما يصير عندنا مشاكل في الضغط والسكري والكوليسترول، ما لازم تكون اكثر من الحدود المسموح فيها ابدا. ويعني اذا مره باليوم عم نستخدمها للشاي او للقهوه ما في مشكله. تمام، خلينا نقول كفي على بقيه المواد مشان ما يدهمنا الوقت. تمام، السكرلوز سريعا بحلي اكثر من السكر العادي ب 600 مره، فشوفي قديش يعني كمحلي رائع، لكن انا بلاقي انه هي شغله سلبيه. هو كفكرة أنه 600 مرة كتير ممتازة، لكن الإنسان هون معناته إذا بيستخدم السكرلوز رح يعني يتعود كتير على على طعم عالي، وبالتالي جداً. حيصير يعني قطعا حيصير عنده إدمان، فكتير بفضل أنه الإنسان كتير ينتبه لهذا الموضوع. لكن الفكرة بالسكرلوز أنه ممكن نستخدمه بالطهي ما بيتحلل، فبتصنيع المواد الغذائية بتلاقي موجود على العلب فيها سكرلوز أكتر من وجود الإسبرتام. الإسبرتام ما بيستخدم بالطهي لأنه على الحرارة بيتفكك وبيتحلل. تمام، هلأ ضل عنا الأسيسولفام. الأسيسولفام هلا الكميات المسموح فيها 15 ملي جرام، فمنطقي تقريبا الكميات المسموح فيها، ايضا امن للطهي، ومن منظمه الصحه العالميه او منظمه الغذاء والدواء كمان اقرت بانه هو نوع من انواع المحليات الصناعيه الامنه. اخيرا السوربيتول وكل ما ينتهي باي تي او ال، يعني لو لاحظنا نحن كلمه السوربيتول موجوده واخر كلمه مثل مانتيتول لاكتيتول، كل هدول من المحليات الصناعيه الامنه. ايضا السوربيتول بس بدي نبه الفكرة أنه كثرته يعني أكثر من 10 ملي جرام ممكن تعمل إسهالات، وبالتالي بدنا ننتبه من استخدامه. لو بدنا نستخدمه أو لو جبنا مادة غذائية وجدنا أنه فيها سوربيتول يعني بدنا ننتبه شوي من أنه ما نكتر منها، لأنه ممكن تعمل إسهالات. الجرام منه بيعطي 2 سعر حراري. جميل. فهو ما في شيء. رولا يعني المنتجات استخدام المنتجات الحاوية على السكر الصناعي يعني أيهما أفضل، مثلا الحاوية على محليات صناعية أم السكر العادي يعني مثلا مثل الشوكولا والكيك وغيرها؟ هلا أحيانا بيكتبوا لك على الشوكولا أو على الكيك أو حتى على المشروبات الغازية انه خاليه من السعرات الحراريه. انا بحكي مشروبات غازيه لحالها، لكن الشوكولا والكيك مثلا بيكتبوا لك انه خاليه من السكر، وبالتالي ممكن يكون فيها محلي صناعي صحيح، وبتكون كسعرات حراريه من ناحيه السكر اقل، لكن نفتح هيك من الصندوق الغذائي من وراء بنلاقي انه في كميات من الدهون مضاعفه. مو الكيك بيحتاج لسكر لحتى ينفش مثلا طبعا. فهن بدل ما لانه السكر هلا ما متواجد، وبالتالي لازم يعوضوا بمواد اخرى مداعمه حتى تطلع الكيكه شكلها حلو وطعمها لذيذ، فبيحطوا لها كميات اكبر من الدسم والزيوت. يعني ما بتنصحي بال، وبالتالي لا انا بدي اشوف اهم شيء السعرات الحراريه، يعني ما يضحكوا علي يقولوا لي انه والله بلا سكر معناتها هي خاليه من السعرات الحراريه، ما بالضروره تكون خاليه من السعرات، بدي انتبه. بالاضافه الاثنين انه كثره استخدام المحليات الصناعيه شيء مو ايجابي، بنستخدمه لكن بتقنين. الفكره الاخيره وسريعا تعطوني دقيقه بس، الفركتوز. تمام، لانه داهمنا الوقت. تمام، الفركتوز هو طبعا في اشخاص بيتوقعوا انه هو من من المحليات الصناعيه، هو لا، هو سكر طبيعي مثل السكر العادي مثله مثل الجلوكوز، بس هو سكر فواكه بيحلي كثيرا لكن جميل. سريع قليل بطيء الامتصاص في الجسم. شكرا، بدي اتشكرك رولا، دهمنا الوقت. شكرا على هالمعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها. وشكر الاكبر لكم مشاهدينا، مثل ما شفتوا اليوم ختمنا مع رولا بالسكاكر، بتمنى يا رب تكون ايامكم حلوه وطعمها سكر. شكرا لطيب المتابعه، تابعونا دائما على صفحتنا على الفيسبوك بيت الدواء، اتمنى لكم نهار طيب، الى اللقاء في امان الله.